يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه طبعا، يمكن بتفصلنا عن مباراه مصر والكينيا 48 ساعه. مباراه ناس كتير جدا مش عارف يمكن بلغت شويه وقالت انها مباراه مهمه او مباراه صعبه او مباراه مصيريه، ولكن على كل الاحوال انا شايف انه تاهلنا لكاس افريقيا شيء او هدف مش صعب المنال على الاطلاق، والمنتخب بولاده وبنجومه قادرين طبعا، وبجهازه الفني بقياده كابتن حسام البدري قادرين جدا ان هم يحسموا الماتشين المتبقيين في المجموعه لصالح مصر. السؤال هنا الحقيقه والكلام لما بنفتح ملف المنتخب مش على ماتشات كينيا وجزر القمر، لكن الحقيقه الكلام اكتر على شخصيه المنتخب، وخصوصا الشخصيه اللي احنا بنحضرها او بنجهزها عشان تظهر في كاس افريقيا. وخدوا بال حضراتكم، يمكن من اللحظه دي ومن اللحظات فاتت قبل كده، الجيل ده القوام الاساسي اللي موجود مع المنتخب سواء سافروا بالفعل مع كينيا او فضلوا في القاهره وما وقعش عليهم اختيار كابتن حسام البدري لماتش كينيا، الجيل ده اللعيبه دي القوام الاساسي ده تفكيره جزء منه كبير جدا رايح لكاس العالم. رايح لكاس العالم، دي نقطه في غايه الاهميه. والحقيقه واحنا باصين لكل ماتشات المنتخب في المرحله اللي جايه عينينا دايما لازم تبقى رايحه على الهدف الاساسي، كاس العالم، البطوله التي لا يضاهيها بطولة أخرى مهما كانت أهميتها ومهما كانت حب الجماهير ليها. كأس العالم بالنسبة لعيبة الكورة وبالنسبة للجماهير في حتة تانية خالص. وأنا شايف أنه كتيبة مصر، كتيبة الفراعنة بقيادة الكابتن حسام، النجوم اللي موجودين سواء في ملاعبنا في مصر هنا، نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز والاتحاد والدراويش، كل فرقة المصرية الحقيقة الدوري السخن قوي السنة دي بما فيهم حتى الصاعدين اللي قدموا لنا وجوه محترمة جدا مع تشكيلة المحترفين الموجودين بره، قادرين على ان هم يوصلوا بينا كأس العالم. ومش بس كده، كمان شايف انه عندهم قدرة ان هم يتخلصوا من حتة الأداء المشرف وياخدونا لأول مرة بقى ويروحوا لبعيد. كلام كتير هيكون عن منتخب مصر مع واحد من خبراء الكرة المصرية هيشرفنا النهارده في السادسة طبعا، كابتن فتحي مبروك نجم الأهلي السابق، وهنتكلم معاه ونفتح ملفات المنتخبات سواء المنتخب الكبير أو حتى المنتخب الأولمبي، وبالتالي كمان هيكون لينا وقفة مع تمرينة النادي الأهلي عودة بعد غياب النهارده، الفريق بيرجع تحت قيادة مستر موسيماني مرة ثانية. مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد ومساء الخير على حضراتكم. وفعلا بعد يمكن فترة راحة 5 أيام كانت مهمة جدا إن الفريق يحصل عليها، فريق النادي الأهلي طبعا بعد الفوز العريض على فيتا كلوب النهارده بيعود للتدريبات من جديد، قدر الفريق إن هو يجري المسحة الطبية النهارده إن شاء الله، وهتطلع نتيجتها وهنعرف مع حضراتكم بالتفصيل اللي حصل في تمرين النهارده. ويمكن كنت قلت لحضراتكم إن الفترة اللي فاتت موسيماني كان طالب من الجهاز المعاون إن هو يحضر كل المباريات اللي ليها علاقة أو مباريات كتير ليها علاقة بالمريخ السوداني اللي هو هيكون أول مباراة إن شاء الله الله لينا في شهر ابريل اللي جاي، ويحضر كل المباريات المحليه والافريقيه علشان يقدر يدرس الفريق كويس قوي، لانه مهما كان دايما بقول انه حتى لو المريخ ما قدرش يكسب على ارضه في دوري ابطال افريقيا الموسم ده الا انه مش سبب ابدا ان احنا نستهون بالفريق ده او باي فريق. احنا بنتكلم على افريقيا، احنا بنتكلم على ان احنا عايزين اللقب العاشر، انت بتدافع، وشفنا الحقيقه الاداء والنتيجه اللي شفناهم في مباراه فيتا كلوب، دي رسالة قوية قوي ان النادي الاهلي جاهز، بيقول لخصومه كلهم في البطولة ان هو جاهز ان هو يدافع عن اللقب العاشر، واي نادي بيدور على بطولة تانية اكيد بيظهر بالشكل ده في الاوقات الحاسمة دي، وده اللي يمكن طمن جماهير النادي الاهلي بشكل كبير. في لعيبة كتير قلت لحضراتكم يمكن كانت فترة الراحة دي كمان شغالة على نفسها، بتتمرن مع نفسها كل يوم علشان تقدر ان هي تكون افضل وقت ما يرجع التدريبات، والنهاردة عادت بالفعل التدريبات، وده بيقول قد ايه لعيبة النادي الاهلي حاسة بمسؤولية كبيرة. الفترة اللي جاية مش فترة سهلة ابدا، احنا بنتكلم على تقريبا 8 ماتشات في الشهر اللي جاي، واصلا طالعين من يمكن تلاحم مواسم ومباريات وضغط كبير جدا، وهنبقى محتاجين كل لاعب في فرقه النادي الاهلي، لانه موسيماني غصب عنه لازم يكون في روتيشن بين اللعيبه، وكمان ده بسبب اكيد الاصابات واصابات كورونا. بنتمنى ان شاء الله ما يكونش في اي اصابه الفتره اللي جايه، لان فعلا في الفتره الحاسمه دي مستنيين كل لعيب يكون موجود معانا. خليني افكر حضراتكم بسؤال حلقتنا، وهو مين افضل 3 لعيبه في مباراه الاهلي وفيتا كلوب اللي فاتت؟ تقدروا تشاركونا على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستغرام. طيب خليني بال حضراتكم انه ده هيكون اخر، او التصويت ده هيكون اخر تصويت على ماتش في شهر مارس، وبناء عليه هتتحدد نتيجه بقى مين افضل لاعبي النادي الاهلي في شهر مارس اجمالا. خلينا نروح مع حضراتكم لاهم عناوين حلقه النهارده وعناوين الاخبار.
الأهلي يجري مسحة طبية قبل انطلاق التمرين. الأهلي بيستأنف تدريباته بدون اللاعبين الدوليين. المنتخب يؤدي مرانه الأخير قبل السفر لنيروبي بمشاركة تريزيجيه والنني. هاري كين ساهم في 61% من أهداف توتنهام وصلاح يحل سادسا. إيتو يحصل على شهادة فخرية في إدارة الأعمال. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. فرصة طبعا استغلها الجهاز الفني للنادي الأهلي أحسن استغلال. طبعا من بعد ماتش فيتا كلوب حضراتكم عارفين أنه فرقة النادي الأهلي خدت راحة كانت أعتقد يعني في أمس الحاجة إليها فترة طويلة جدا، يمكن ما كانش في توقف لمدة 5 أيام، وبالتالي الفرقة إلى حد ما تعافت من الحمل البدني الكبير اللي كان عليها. النهاردة رجوع للتمرين بقى، وزي ما قلنا في بداية الحلقة استعداد لماتش المريخ المهم جدا والحاسم جدا في مشوار الأهلي في دوري الأبطال. مكسب الأهلي طبعا في المباراة دي يأهلنا بنسبة كبيرة جدا. والنهارده رجع النادي الاهلي طبعا الدوليين موجودين سواء كانوا مصريين مع المنتخب المصري او ديانج او بدري، رجع اعتقد بدري شارك في التمرين النهارده كمان. ويمكن من المشاهد المهمه جدا النهارده عوده وليد سليمان ومحمود متولي، اثنين بقالنا فتره طويله جدا ما شفناهمش طبعا في مران النادي الاهلي، والنهارده شاركوا في التمرين طبعا بشكل تدريجي. يعني يمكن متولي لسه قدامه شويه، لكن النهارده كان موجود مع الفرقه في التمرين. مستر موسيماني راجع امبارح والنهارده كان بيتولى قياده التمرين، واللعيبه طبعا كلها النهارده عملت مسحه قبل بدايه التمرين عشان يطمنوا طبعا 5 أيام فتره طويله، وان شاء الله باذن الله يكون الاهلي في احسن احواله وبعد ما يكمل. انا النهارده بالمناسبه يمكن قبل الهوا على طول يا ساره، انا كنت عارف انه ماتشات المنتخب المصري المفروض انها كانت متحدده، واحنا طول كل ما بنتكلم على ماتشين كينيا وجزر القمر بنتكلم على 25-29. النهارده شفت على الموقع الرسمي انه الماتش بتاع جزر القمر اتحدد يوم 30، مش عارف هل في تغيير ولا مفيش، لانه التغيير ده ياثر جدا جدا ويضغط جدا فتره استعداد النادي الاهلي لماتش المريخ. حضراتكم عارفين ان احنا هنسافر نقابل المريخ بره، وبالتالي هيبقى في عوده بعد ماتش كينيا للقاهره، ومن القاهره نسافر تاني على السودان، ويبقى عندنا وقت ضيق جدا عشان الاهلي يستعد. وبالتاكيد السفر ذهابا وايابا في 48 ساعه ده هياثر بشكل كبير جدا. فاتمنى تكون المباراه ما زالت متحدد موعدها على يوم 29، ده يفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا في استعداداته لمباراه المريخ. طيب اكيد زي ما احمد قال انه النهارده الفريق الاول استأنف التدريبات من غير اللاعبين الدوليين، وده طبعا استعدادا لمباراه المريخ يوم 3 ابريل ان شاء الله. نعرف اكتر عن التمرين من مراسلنا فاروق صلاح. فاروق مساء الخير عليك، وطبعا يعني عوده بعد فتره غياب يمكن 5 أيام، عايزينك تقول لنا يا فاروق طبعا التدريب النهارده كان عامل ازاي، ومستر موسيماني كان مركز على ايه في التمرين. طبعا في البدايه كل التحيه للزميله العزيزه ساره محسن، وكل التحيه ايضا للزميل العزيز احمد سمير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من ملعب مختار التتش. وبعد يعني غياب بنقول بالظبط 6 أيام للاعبي النادي الاهلي عقب مباراه فيتا كلوب وحصول النادي الاهلي على 3 نقاط خارج ملعبه، خد النادي الاهلي حصل على فتره راحه. النهارده الفريق بيستأنف تدريباته من اجل الاستعداد للمباراه المهمه في مشوار النادي الاهلي نحو البطوله العاشره، وهي مباراه المريخ السوداني. مستر بيتسو موسيماني قبل انطلاق المران يا ساره والزميل العزيز احمد كان حريص ان هو يجتمع مع اللاعبين في محاضره للاعبين، اجتمع معاهم اتكلم على اهميه مباراه المريخ السوداني وضروره تحقيق الانتصار من اجل يعني ان شاء الله تصدر المجموعه، وتكون الامور سهله في مباراه سيمبا ان شاء الله المباراه الاخيره. طبعا قبل المران كان في مسحه طبيه طبعا بعد عوده اللاعبين من فتره غياب وفتره راحه، كان في مسحه طبيه تم اجراء لجميع اللاعبين وافراد الجهاز الفني. مستر بيتسو موسيماني عقب اجتماعه مع اللاعبين انطلق المران. طبعا بيبقى في الجزء البدني او الحمل البدني بيبقى متدرج شويه. طبعا النادي الاهلي بيعاني من غيابات زي ما زميل العزيز احمد استعرض
غياب 8 لاعبين مع المنتخب المصري الاول وغياب 5 عناصر مع منتخب مصر الاوليمبي وايضا اليو ديانج وولتر بواليا مع منتخبي مالي والكونغو. من النقاط المهمه جدا يعني اللي يعني النهارده على هامش المران طبعا عوده وليد سليمان وواحد من العناصر المهمه جدا لفريق النادي الاهلي. النهارده شارك في المران بكل قوه وشارك في التقسيمه من بدايه المران حتى نهايه التقسيمه. وليد سليمان ان شاء الله اقدر اقول لك انه يا احمد او يا ساره انه هيكون موجود ان شاء الله خلال رحله الاهلي القادمه الى الملاقات المريخ السوداني، يخضع الامر للرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني. من اهم النقاط ايضا هي نقطه محمود متولي، ولاول مره محمود متولي بيشارك في المران والتقسيمه كاملا. يعني ان شاء الله محمود متولي طبعا كان ماشي في البرنامج التأهيلي وبشكل متدرج، النهارده بيشارك في المران بصوره كامله ويشارك في التقسيمه كامله. ان شاء الله يكون عودا حميدا باذن الله لمحمود متولي. انا عارف انه كمان مستر موسيماني صعد عدد من الشباب يا فاروق عشان يشاركوا مع الفريق في التمرين، وبالتالي برضو فرصه لمستر موسيماني انه يبص على الشباب الصغير اللي ممكن في يوم من الايام يكون محتاجهم في فريق الاول النادي الاهلي. بالفعل زميلي العزيز احمد، انت عارف ان دايما قطاع الناشئين هو بيبقى يعني الامداد او خط المد الاول للفريق الاول بالنادي الاهلي. النهارده متواجد اكثر من 12 لاعب من قطاع الناشئين في ظل الغيابات سواء لاصابات او اللعيبه اللي موجوده مع المنتخب، يعني معظمهم عناصر مبشره ومميزه جدا في قطاع الناشئين النادي الاهلي، سواء احمد طارق سليمان حارس المرمى او محمد حسام ميدو واحمد اشرف ومحمد اشرف، عمر رزق، احمد سيد غريب، احمد سيد عبد النبي، احمد الشامي، وليد مصطفى، واللاعب حسون محمد ومحمد حسام ميدو، بالاضافه طبعا لحمزه علاء واحمد نبيل كوكا. النهارده مستر بيتسو موسيماني يتكلم مع اللاعبين، في بعض اللاعبين طبعا لقى استحسان مستر بيتسو موسيماني، وطبعا في مجموعه منهم كانت متواجده مع مستر بيتسو موسيماني في الفتره الماضيه. من النقاط المهمه جدا برضو احمد عايز اتكلم فيها حاله، يعني الجميع كان بيتساءل على حاله علي معلول. كان ليا لقاء مع مستر مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، ويعني وضح لي الامور ان في اتصالات شبه يوميه مع الدكتور سهيل الشملي طبيب منتخب تونس لمتابعه حاله علي معلول، ومن المقرر ان شاء الله عوده علي معلول الى القاهره يوم 30 مارس باذن الله. طبعا هيتم في يعني هيبقى في تقييم طبي لمتابعه الحاله قبل ان شاء الله ما ينضم للتدريبات الجماعيه. ايضا كان اصابه ايمن اشرف في الفتره الاخيره مع معسكر المنتخب المصري، ما شاركش في المران في الفتره الاخيره، لكن الدكتور احمد ابو عبله يعني كان له حديث معاه، كان على تواصل تام مع الدكتور محمد ابو العيله طبيب المنتخب المصري وايضا ايمن اشرف. يعني ايمن اشرف كان بعد العوده من فتره الراحه شعر ببعض الالام في الركبه، لكن الالام تلاشت اليوم وشارك في المران كامل. ودي طبعا يعني الدور والجزء المهم جدا للجهاز الطبي ومتابعه كافه اللاعبين في كافه المنتخبات الوطنيه. طبعا ويمكن كابتن حسام بدري اكد انه يعني مش هيعتمد على ايمن اشرف في مباراه كينيا الا لو كان سليم وجاهز بنسبه 100%، لكن خليني اروح معاك لحاله اللعيبه. يعني برضو 5 ايام اجازه نوعا ما يعني قياسا بالاجازات الاخيره تعتبر طويله، انت شايف اللعيبه راجعه في حالتها؟ شايف انه الحاله المعنويه حاله التركيز والاستعداد للمباراه داخله يعني بجد، ولا لسه زي ما بنقول كده يعني النهارده كان تمرينه بسيطه كده فك عضلات وتسخين للفتره اللي جايه؟ يعني خلينا اكلمك في شقين مهمين جدا زميلي العزيز احمد. طبعا انت عارف ان بعد العوده من الراحه بيبقى الحمل التدريبي متدرج شويه. أيوة. ولكن مستر بيتسو موسيماني الشق الاهم هو العامل النفسي. كلامه مع اللاعبين النهارده وحديثه مع اللاعبين اعتقد بيبقى يعني ابلغ دافع للاعبين، ان هو اتكلم مع اللاعبين قال لهم قبل ما اجي النادي الاهلي انا كنت عارف يعني ايه النادي الاهلي وعارف يعني ايه طموح لاعبيه ويعني ايه طموح جماهيره. احنا لسه يعني حصلنا على البطوله التاسعه منذ يعني ايام او اشهر قليله، ولكن انا عارف طموحكم وعارف طموح الجماهير ولازم نجدد الدوافع. احنا من هنا مطالبين بالبطوله العاشره ومطالبين بتحقيق الانتصار. وايضا يعني مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين على تعزيز وتغذيه ثقافه التحقيق الانتصار خارج الملعب. قال ان هو ده لازم يكون اسلوب وسياسه فريق النادي الاهلي، عايزين نستغل الدفعه القويه جدا اللي خدناها من لقاء فيتا كلاب ثم ان شاء الله الفوز على المريخ
السوداني. وجول لاعبين يا احمد يعني لعيبه النادي الاهلي لا في تركيز اللعيبه النهارده العنوان الجديه اللي عند اللاعبين طبعا اللعيبه الناشئين ايضا يعني نهايه المران تم تقسيمها ما بين فريق بيضم العناصر الاساسيه او اللعيبه الكبار وايضا اللعيبه الناشئين. بعض التوجيهات اللي كان بيعملها الكابتن وليد سليمان او سعد سمير او رامي ربيعه للعناصر الصاعده او اللعيبه اللي تم تصعيدها لا جديه في تركيز من اللاعبين. بتقدر تقول ان الفريق ده مش ده الفريق اللي كان واخد فتره راحه من يعني 5 ايام او 6 ايام بس ده ان ده اللي بيدل على الجرعه النفسيه اللي مستر بيتسو موسيماني كان حريص ان هو يتكلم فيها مع اللاعبين قبل انطلاق المران. بشكرك جدا فاروق صلاح على كل طبعا معلومات النهارده على التمرين ودايما بتحطنا في المشهد كاننا كنا في التمرين. ميرسي جدا يا فاروق وطبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات اللي جايه، مباريات يعني كتير قوي في الشهر الجاي زي ما دايما بنقول، واكيد ان شاء الله بيتسو موسيماني عارف ازاي يتعامل مع اللعيبه في فتره زي دي نفسيا ومعنويا. بس انا مبسوط جدا النهارده يعني انا طبعا شفنا اجاهي وشفنا بدر وشفنا ربيعه وسعد ومروان والشحات، لكن مبسوط جدا 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 الف الحمد لله على السلامه وليد سليمان محمود متولي. الحقيقه محمود متولي حظه وحش، لعيب انا بشوف انه صاحب امكانيات عاليه جدا، واعتقد لما يرجع يبقى فيت ان شاء الله باذن الله هيبقى اضافه كبيره جدا لفرقه النادي الاهلي، ولعيب جوكر تقدر تلعبه في اكتر من مركز. وليد طبعا حدث ولا حرج يعني الحاوي خاتم سليمان سميه زي ما تسميه، لكن واحد الحقيقه من اكتر اللعيبه اخلاصا لفرقه النادي الاهلي ومن اكتر اللعيبه انتاجا ومن اكتر اللعيبه هدوءا، لا تسمع عن مشكلات ولا تسمع عن اعتراضات، تلعب باساسي تلعب باحتياطي، راجل بينزل وبيدي اقصى ما في وسعه للفرقه وهدفه الحقيقه وقلبه دايما مع الفرقه يمكن يعني طول الوقت حتى اخر لحظه. وليد سليمان يظل نموذج وقدوه للاجيال اللي جايه. خلينا نروح الحمد لله على السلامه طبعا يا وليد. اكيد طبعا الحمد لله على السلامه. خلينا نروح للمنتخب الوطني اللي ادى الحقيقه بقياده مديره الفني كابتن حسام البدري التمرين الاخير النهارده الصبح باستاد بيترو سبورت قبل ما يتوجهوا بقى للعاصمه نيروبي علشان يواجهوا طبعا منتخب كينيا في منافسات الجوله الخامسه من التصفيات المؤهله لنهائيات كاس الامم الافريقيه. التمرين شهد النهارده مشاركه الثنائي المحترف طبعا محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي وكمان محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الانجليزي بعد ما انضموا للمعسكر طبعا امبارح بالليل، بالاضافه لمشاركه عبد الله جمعه لاعب الزمالك بعد ما هو كمان انضم للمعسكر. اللي حضر التمرين كمان احمد مجاهد رئيس اتحاد الكوره واللي بيترأس طبعا البعثه ومعاه عضو الاتحاد احمد حسام عوض. بعثه المنتخب زي ما قلنا لحضراتكم غادرت مطار القاهره العصر للعاصمه الكينيه نيروبي على متن طائره خاصه علشان طبعا استعدادا لمواجهه منتخب كينيا المقرر ليها يوم الخميس اللي جاي زي ما قلت لحضراتكم في منافسات طبعا افريقيا او المؤهله لامم افريقيا 2022. منتخب كينيا بيحاول خلال الفتره الاخيره ان هو يكون ليه وجود على الساحه الافريقيه وشارك يمكن في امم افريقيا الاخيره اللي اقيمت في مصر بعد ما استفاد من رفع عدد المنتخبات المشاركه ل 24 منتخب وقتها. خلينا نقول كمان ان منتخب كينيا بيضم 11 لاعب محترف خارج كينيا، 3 في السويد و2 في جنوب افريقيا و2 في زامبيا و1 في كندا وتركيا واليابان والمغرب. المباراه احمد بيقول انها مش صعبه، انت كنت تقول مش صعبه؟ انا شايفها مش صعب يعني اذا كنت انت رايحه بتلعبي يعني عايز تاهلي كاس امم افريقيا عشان تنافسي على البطوله، ف يعني مكامل للاحترام والتقدير انا مش عمري ما بقصد فكره التقليل من الخصم، بس كينيا انت لو لعبتيها 10 ماتشات طبيعي جدا تكسبي 9 منها، يعني بره ارضك جوه ارضك ما تفرقش معاكي، والجيل ده والاسماء والاسماء دي يعني انا من حقي كمصري احلم انه الفرقه دي جدا جدا تاخد بطوله افريقيا وتروح كاس عالم تاخد بطوله افريقيا الاول. انا شايف انه الجيل ده من حيث الامكانيات بقى رائع جدا، لكن لسه شخصيه المنتخب لسه مستوى الثقه بالنفس لسه التوليفه الانسجام ما وصلناش لاعلى درجه ممكنه، وده الشغل الاساسي اللي يعني انت لو قيمت الاسماء بشكل كل اسم لوحده وبشكل فردي هتلاقي عندك اسماء محترمه جدا، نفس الجيل العظيم اللي حقق بطوله افريقيا في 3 مرات متتاليه، نفس الجيل العظيم اللي قدم مباراه يعني العمر مع البرازيل وكسب ايطاليا ويعني كان بيقدم مستويات مفرحه للشعب المصري كله، انا شايف ان الاسماء دي لا تقل عنهم، تبقى بقى ان كل ده ينصهر
في شخصيه منتخب مصر وازاي ده يحصل. انا هتكلم فيه كلام كتير طبعا، هنفتحه مع كابتن فتحي مبروك ضيفنا النهارده في السادسه، هتكلم على الاولمبي وهتكلم على الكبير، عندنا كلام كتير على جدا. اي حال يا احمد انه لازم نكون برضو زي ما بنقول دايما ان احنا في ظهر النادي الاهلي، لازم نكون في ظهر المنتخب، لازم نكون بندعم المنتخب كويس جدا، ولازم خلاص يبقى الكلام بقى ليه كابتن حسام البدري ما خدش اللاعب كذا، ليه ده موجود في القايمه. اكيد اي مدير فني لاي منتخب في العالم بيبقى شايف هو اكتر عايز مصلحة المنتخب وعايز يكسب وعايز يكسب بطولة أفريقيا وعايز يروح كاس عالم، فأكيد هو يعني أدرى بمصلحة المنتخب اللي هو بيدربه. فعلشان كده يبقى الفترة الجاية بس ان احنا نبقى بنتكلم في ان احنا بندعم المنتخب قبل المباراة دي. طيب سريعا جدا خبرين بره الكرة في مصر، واحد هاري كين طبعا نجم توتنهام وهدافه اللي تصدر قائمة أكتر لاعبي الدوري الإنجليزي مساهمة في أهداف فريقهم سواء ان هو سجل أو صنع أهداف. هاري كين حصل على نسبة 61.2% من إجمالي أهداف توتنهام المقدرة ب 49 هدف. هاري كين لوحده سجل 17 وصنع 13، عشان يبقى إجمالي مساهمة هاري كين، بصمة هاري كين على أهداف توتنهام 30 هدف من إجمالي 49 هدف. صلاح بقى جه في المرتبة السادسة على الرغم أنه هو متساوي مع كين في عدد الأهداف اللي أحرزوها في المسابقة 17 هدف، لكن صلاح صنع 3 أهداف فقط عشان يبقى إجمالي المساهمة بتاعت صلاح في أهداف ليفربول 20 هدف، بيمثلوا تقريبا نسبة 41.7% من إجمالي أهداف ليفربول. إجمالي عدد أهداف ليفربول كان 48 هدف. نروح لسامويل إيتو طبعا الكاميروني اللي حصل على شهادة فخرية في إدارة الأعمال من أكاديمية إديس ليون الفرنسية، واللي على أثرها كرامته الأكاديمية طبعا زي ما حضرتكم عارفين إيتو كان بيشغل منصب مستشار رئيس الكاف السابق أحمد أحمد. والجميل في الخبر ده يمكن هو عدم اكتفاء إيتو بالنجاحات اللي حققها مع برشلونة أو مع منتخب بلاده، إن هو بيسعى دايما للنجاح في مجال آخر وبيتسلح طبعا بالعلم عشان يكون مؤهل للنجاح في المجال الإداري والاقتصادي المرتبط ارتباط كبير وكلي حاليا بكرة القدم. دي بتهيألي واحدة من الرسائل، ده مش خبر عادي على فكرة، خبر مفترض يعني لو عندي وقت هتكلم فيه كتير قوي، بس قد إيه لاعب بقيمة سامويل إيتو، صاحب شهرة عالمية، لاعب في أندية كبيرة جدا وأبرزها طبعا وأهمها وأكثر فترات ذهبية كان فيها كان مع برشلونة، لكنه لعب لأندية كتير جدا منها انترناسيونالي طبعا الإيطالي مع الكاميرون حدث ولا حرج، واحد من ابرز مهاجمي الكاميرون لفترات ولعصور طويله جدا. ورغم كده الحقيقه اعتقد يعني في اوقات كتيره جدا ممكن هنا تبقى الخبره والشهره والنجاح تشفع ليه انه يتقلد مناصب مهمه جدا، لكن الراجل الحقيقه عنده ما زالت الرغبه وعنده القدره على انه يشتغل على نفسه ويتعلم عشان يضيف لنفسه الجديد نموذج الحقيقه وقدوه محترمه جدا. فقراتنا في السادسة متواصلة مع حضراتكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. برحب بحضراتكم مرة تانية، وطبعا من ساعة ما تم الإعلان عن قرعة الشامبيونز ليج أو دوري أبطال أوروبا وإحنا بنتكلم على نهائيين مبكرين بالنسبة لليفربول طبعا وريال مدريد وكمان باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. مباراة طبعا بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان هي تكرار يمكن لنهائي، أو المرة دي يعني هو مش في النهائي، ولكن شفنا الموسم اللي فات النهائي بين الفريقين كان نهائي ممتع جدا كرويا ولكن انتهى لصالح بايرن ميونخ اللي عامل موسم ولا أروع الحقيقة. بنتكلم على فريق قدر ان هو ياخد السداسية، وطبعا بنتكلم على ليفاندوفسكي اللي هو افضل لاعب في العالم في فريق بايرن ميونخ ومؤدي موسم رائع جدا وتقريبا مسيطر على الجوائز برضو الفرديه بشكل كبير. فالناس كلها بتتكلم على الثأر اللي ممكن، هل باريس سان جيرمان هيبقى قادر المره دي ان هو يعوض اللي حصل الموسم اللي فات او نهائي الموسم اللي فات، هل هيبقى قادر ان هو يبقى عنده الشخصيه بتاعه ان انا لازم افوز حتى لو كان اللي قدامي فريق كبير. كتير من المحللين شايفين ان باريس سان جيرمان ممكن بيجي قدام الفرق الكبيره ومش بيبقى قادر ان هو يعني يأدي بافضل شكل عنده، يمكن ما عندوش حته انه قدام الفرق الكبيره ان هو يفوز او يبين نفسه او ينزل يهاجم او يبقى في الملعب زي قدام الفرق الصغيره. كتير شايف انه لا، ممكن يكون خلاص باريس سان جيرمان خد الخبره بما انه كانت اول مره يوصل لنهائي دوري ابطال اوروبا كانت الموسم اللي فات، فكان ما فيش خبره قوي بالنسبه للعيبه، ولكن خلاص المره دي في خبره في ان انا وصلت للنهائي ولعبت بايرن ميونخ. يعني كلام كتير قوي ولكن التوقعات صعبة سواء كانت للمباراة دي
او يمكن يكون انا بالنسبه لي الاقرب بايرن ميونخ. هل ممكن يحصل العكس؟ هل ممكن باريس سان جيرمان يثأر؟ كل شيء وارد في كره القدم. التوقعات اصعب فين؟ في مباراه ليفربول وريال مدريد اللي هي برده مباراه ثأريه، ودايما يمكن كل الصحف العالميه مش بس المصريين بيتكلموا على قد ايه مباراه ثأريه، علشان طبعا نهائي الموسم قبل اللي فات 2018 بين ريال مدريد وليفربول، وطبعا راموس بنتكلم دايما على اللقطه دي لما صلاح بعد اول 25 دقيقه طلع مصاب بخلع في الكتف من نهائي الشامبيونز ليج، واحلام جماهير ليفربول والمصريين وقتها كانت يعني بتتدمر. انا اسفه اني بقول كده، بس كانت لحظه صعبه جدا، ولكن قدر بعدها ليفربول ان هو يفوز بالشامبيونز ليج. ريال مدريد وليفربول صعب قوي ان احنا نتوقع النتيجه، لانه زي ما بقول دايما ان في ازدواجيه بالنسبه للفريقين دول عن بالنسبه للنتائج، سواء في الدوري المحلي، الدوري طبعا الانجليزي بالنسبه لليفربول، والدوري الاسباني بالنسبه لريال مدريد، وكمان دوري ابطال اوروبا. هنا الفريقين مش افضل حاجه في الدوريات المحليه، ولكن في دوري ابطال اوروبا يمكن ماشيين بشكل الى حد ما كويس. خلينا نتكلم اكتر على المباريات دي، واكيد مباريتين تانيين، بس دول اكتر اتنين يمكن العين عليهم، لانه متوقع جدا نشوف متعه كرويه كبيره قوي، وفكره الثأر لما بتدخل في اي لعبه في الرياضه بتبقى فارقه قوي، وبتخلي فيه زي اشتياق كده ان انت تشوف المباراه دي، تشوف ايه اللي هيحصل، مين هيكسب، هل هيقدر باريس سان جيرمان هو يعوض الخساره، هل هيقدر ليفربول ان هو يفوز على ريال مدريد. خلينا نتكلم اكتر مع مستر مانفريد مدير تحرير مجله كيكر الالمانيه. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. تحياتي إليكم من قلب ألمانيا، سعيد بوجودي معكم عبر قناة الأهلي. إحنا كمان سعداء جدا، وخليني أعرف رأي حضرتك في المواجهة المرتقبة بين فريق بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، طبعا تكرار لنهائي النسخة اللي فاتت للبطولة واللي توج بيها العملاق الألماني. بكل تأكيد هناك فرصة أخرى هذه المرة للفريق الباريسي باريس سان جيرمان، عليه أن يغير الأمر وينتهز هذه الفرصة بتحقيق الفوز هذه المرة ويعوض خسارة العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك أرى أنها ستكون مباراة قوية صعبة على الفريقين، ولكن عليهم وعلى البايرن ميونخ أن يأخذ ذلك بكامل الجدية بالطبع. هل تتوقع أن ينجح باريس سان جيرمان المرة دي في أن هو يثأر من بايرن ميونخ في نهائي مبكر بدور الثمانية لدوري الأبطال، ولا هيواصل العملاق البافاري طبعا أو بايرن ميونخ هيواصل أن هو يكتسح بقى باريس سان جيرمان والعقدة اللي مسببها باريس سان جيرمان؟ أعتقد أن الفريق البافاري هو المرشح الأقدر للفوز بالبطولة أو تخطي هذه المواجهة. باريس سان جيرمان معروف كفريق أنه يؤدي مباراة قوية وخصم عنيد، ولديه لاعبين ممتازين من بيه ونيمار لابد من الاعتراف بذلك، وماريا أيضا، ولكن ليس لديه لاعبين كاملين مثل الفريق البافاري. فريق ألماني يلعب بروح الفريق، فريق متكامل، ليس لديه ثغرات كبيرة ولا يعتمد على لاعب أو اثنين. أعتقد أن الفريق البافاري سوف أو يحظى بإمكانيات أقوى وفرص للفوز، وليس هذه وستكون ليست سهلة على الفريق الباريسي. طيب خليني أسألك بقى على توقعاتك لمباراة طبعا ليفربول وريال مدريد، شايف المباراة دي ازاي؟ وكل الصحف وهي بتتكلم على قد ايه يعني مباراة برضو ثأرية زي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، شايفها ازاي بعد نهائي اللي كان بينهم في 2018؟ مين الأقرب للفوز؟ بالفعل عندك حق، 50-50% من وجهة نظري لكلتا الفريقين ليفربول وريال مدريد في نهائي 2012 كانت آسف أعتذر 2018 كان الفريق ليفربول فريق قوي، وكانت مباراة صعبة رغم التحديات والإصابات،
أعتقد من وجهة نظري أن الفريق ريال مدريد هذه المرة يستمتع ويحظى بفرص أكبر. ليفربول مع صلاح وساديو ماني يحظون ويمتلكون إمكانيات وجودة كبيرة ويحرزون أهداف كثيرة، وهم لاعبين محترفين عندهم ولديهم خبرات كبيرة. هي مباراة صعبة لا نستطيع التوقع، كما ذكرت لحضرتك هما 50% 50% هنا هي نسبة التوقعات. أعتقد أن ليفربول لديه الآن الفرصة للتعويض، كما نعلم ليقدم نتائج ليست مرضية في البرايمر ليج، وهذه فرصته لتحقيق الفوز في الشامبيونز ليج. بتشوف ازاي الصحف وهي بتتكلم على انه المفروض هيكون في زي ثأر بين محمد صلاح وراموس بعد طبعا اللقطة الشهيرة وخروج صلاح مصاب في 2018 او نهائي 2018، شايف انه ممكن يكون الصحافة مكبرة الموضوع ولا يعني، وده طبيعي بيحصل في كرة القدم، ولا انت شايف الموضوع ازاي؟ أعتقد هما لاعبين كبار لديهم إمكانيات رائعة، هذا ليس ثأر من وجهة نظري، هذه هي كرة القدم. على الجميع، على كلتا اللاعبين التركيز. مو صلاح أعتقد سيكون في كامل الاستعداد، نحن نعلم راموس مدافع قوي وعنيد بالتأكيد. طيب خليني أسألك أكيد عن هالاند، الحقيقة مهاجم دورتموند اللي مأدي يعني موسم كبير جدا. في أخبار أو تقارير بتقول أنه هالاند يعني برشلونة أو رئاسة برشلونة الجديدة بتطلب التعاقد معاه، صحة التقارير دي إيه؟ من وجهة نظري لا أعتقد أن هالاند سيغير بروسيا دورتموند ويتجه إلى برشلونة أو فريق آخر. من وجهة نظري سوف يركز دورتموند على الاحتفاظ بهالاند من أجل التواصل مع البطولة أوروبا والبطولات والبوندسليغا في ألمانيا. أعتقد أن هناك فرق كثيرة تتمنى على سبيل المثال برشلونة أن يحصلوا على جهود هالاند. هالاند رائع، لعيب عظيم قوي، فرق كثيرة بالفعل بكل تأكيد ينظرون إلى هالاند، ولكن بسبب الظروف الحالية كورونا هناك أزمات كبيرة مالية كما تعرفين تعيق هذه الانتقالات الكبيرة والمبالغ الكبيرة. أعتقد في 2022 ستكون هناك فرصة في الانتقال من أجل دفع المبالغ التي يطلبها أو سوف تطلب في هالاند. هالاند في السن الصغير قوي محقق أرقام كبيرة ودايما بيثبت نفسه في المباريات الكبيرة. عايز أسألك وحضرتك بتقول قد إيه فعلا في فرق كتير جدا عايز تتعاقد مع هالاند، شايف أنه في المستقبل ممكن نشوف هالاند زي رونالدو زي ميسي أفضل لاعب في العالم وبيحقق إنجازات كبيرة قوي؟ صعب القول هنا. أعتقد أن هالاند لاعب كما ذكرت قوي، عنده الإحساس بإحراز الهدف، فهو مهاجم رائع يعلم ويعرف طريق المرمى قوي جدا، هو يمتلك إمكانيات وجودة عالية. أما من على الناحية الشخصية يعني عندما نقارنه بمبابي أو، لكن عندما أقارنه بميسي أو كريستيانو رونالدو فصعب من وجهة نظري، ولا أتوقع في العشر سنين القادمة. دعينا ننظر إلى المستقبل، العشر سنين قد يحدث ذلك بالفعل. طيب خليني أسألك مين الفرق الأربعة اللي بترشحها أنها تتأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا؟ كما ذكرت بايرن ميونخ هو الأقوى، سوف يفوز من وجهة نظري على باريس سان جيرمان وأتمنى ذلك. المباراة ما بين ريال مدريد وليفربول قد تكون صعبة، أعتقد ريال مدريد
أحظى والأوفر حظا. مان سيتي بالطبع أتوقع أنه سوف يصل إلى نصف النهائي. تشيلسي، مان سيتي هو أفضل فريق في أوروبا من وجهة نظري، وعندما نتحدث عن تشيلسي هو فريق قوي. هناك بعض المشاكل كما نعلم، ولكن استطاع توخيل أن يعيد تشيلسي إلى مكانه الطبيعي، وأعتقد أن تشيلسي هو مرشح. لي أنا من وجهة نظري أرى مانشستر سيتي هو الفريق الأقوى والأقدر بتحقيق هذا اللقب هذا العام، لابد من الاعتراف بذلك. بايرن ميونخ، تشيلسي، مان سيتي وتشيلسي، تشيلسي، بايرن ميونخ، ريال مدريد ومان سيتي في نصف النهائي. بشكرك جدا مستر مانفريد، مدير تحرير مجلة كيكر الألمانية، كنت معنا على شاشة قناة الأهلي. ودي كانت يمكن توقعاته أنه بايرن ميونخ، ريال مدريد، مانشستر سيتي وتشيلسي هم الأقرب، وكمان أنه مان سيتي هو اللي يستحق اللقب. والحقيقة أنه مان سيتي مقدم فعلا موسم رائع جدا. مان سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، يعني شايفين أداء قوي جدا من الفريق، شايفين اللعيبة. الحقيقة جوارديولا بيقدر يطلع من كل لاعب عنده أفضل ما عنده، ولكن هل مان سيتي يقدر أن هو ياخد اللقب من بايرن ميونخ؟ يعني خلينا نشوف اللي ممكن يحصل. المهم انه طبعا هنشوف متعه كرويه كبيره جدا في مباريات الشامبيونز ليج. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا. يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. يعني عشان ادخل في الموضوع على طول وعشان وقتنا، انا ما بحبش الكلام الكبير من نوع نظريه المؤامره وما الى اخره، لكن الحقيقه خليني اوصف الامور بانها حاله من حالات التربص، ممكن حاله من حالات العناد الغير مبرر او الغير مفهوم، وارد جدا. وعشان حضراتكم تفهموا الصوره كامله خليني اقول لحضراتكم المقدمات اللي كل جماهير النادي الاهلي عارفاها. حضراتكم عارفين انه ناحيه الشمال عند النادي الاهلي بتعاني بشكل كبير جدا، اصابه معلول طبعا، ومعلول قدامه تقريبا شهر عشان يرجع، وبعد كده كانت اصابه محمود وحيد، ووحيد قدامه تقريبا يمكن شهر او اثنين عشان يرجع، وكان أيمن أشرف هو البديل الوحيد والخيار الأساسي لمستر موسيماني في مباراة فيتا كلوب الأخيرة، ودخل ياسر إبراهيم في القلب. أقول لحضراتكم أنه أيمن لعب المباراة دي وهو غير مكتمل الشفاء، يعني لعب بالمسكنات، لأنه الأهلي كان في حاجة ماسة جدا لجهود أيمن في المباراة دي. وحتى رغم ده أيمن تعب ومقدرش يكمل مباراة نتيجة حاجات كثيرة جدا، يعني درجة الحرارة، الأرضية اللي كان بيلعب فيها الأهلي، كل ده حاجات خلت أيمن ما عندوش القدرة. وأيمن من اللعيبة الرجالة، وكل جماهير النادي الأهلي وعلى صفحاتنا واستفتاءاتنا أيمن دايما وراء اسمه الرجولة، أيمن رجولة. جمهور الأهلي بتشوف أنه لعيب راجل جدا وتعتمد عليه وقت الشدة والأزمات، وأيمن الحقيقة ما بيخيبش ظن. فده كان الموقف في النادي الأهلي. وحضراتكم عارفين أنه بعد تجمع المنتخب الأهلي عنده ماتش مهم جدا 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 مع المريخ، ومباراة صعبة نسبيا مع المريخ في السودان، وبشكل كبير وبنسبة كبيرة جدا إن شاء الله إذا الأهلي تخطى المريخ يبقى إلى حد كبير جدا تأهل، وما عندوش بدايل في المنطقة دي وفي الحتة دي غير أيمن أشرف. أيمن لما الجهاز الفني والإداري للمنتخب طلبوا من النادي الأهلي، النادي الأهلي بلغ الجهاز الفني، بلغ كابتن حسام البدري مباشرة، وبلغ أعضاء الجهاز الفني إنه أيمن أشرف مصاب ومش هينفع ينضم للمنتخب. لكن كان في إصرار غريب من كابتن حسام البدري الحقيقة على ضم أيمن أشرف للمنتخب وتوقيع الكشف الطبي عليه. وعلى كل الأحوال، وأنا مش محتاج أقول لحضراتكم على النادي الأهلي وعلى الدعم الكبير جدا نادي بيشرف الرياضة المصرية في كل المجالات، طبيعي جدا يكون هو الداعم الأول لكل المنتخبات في كل اللعبات. وده الحقيقة موقف كتير وتاريخ طويل، ما عندناش لا الوقت ولا المجهود إن احنا نتكلم فيه، لكن مش محتاجين ندلل عليه. الأهم من كده أنه أيمن أشرف التزم وراح للمنتخب والجهاز الطبي وخضع للكشف الطبي، أشعة بقى وكل فحص أنواع الفحص الطبي الممكنة عشان يتم تشخيص حالته، والجهاز الطبي للمنتخب أكد على إصابة أيمن أشرف. دي أول علامة استفهام كان المنطقي والطبيعي والمفهوم والمنتظر إنه أيمن يطلع بره المنتخب. لكن كان في إصرار غريب إنه ينزل تمرين يوم واثنين وثلاثة، والثلاث مرات أيمن ما قدرش يكمل التمرين. هنا علامات استفهام كتيرة الحقيقة، مش بس فكرة انه الجهاز الطبي أكد إصابته وانه النادي الأهلي يبلغ الجهاز الفني بإصابته ورغم كده لا يتم الاستجابة، لكن هو السؤال هنا الأهلي ما عندوش غير أيمن أشرف وبيتمنى تجهيزه ولحاقه بمباراة المريخ، لكن منتخب مصر
القماشه واسعه قوي. والحقيقه اللي يزيد من الشكوك ويزيد من علامات الاستفهام ويدخلنا بقى في حته التربص او حته ان يعني مش عارف اقول انه هل في نيه مبياته مثلا لتعطيل مشوار النادي الاهلي في افريقيا؟ يعني الاهلي يعاني من غيابات كثيره جدا. نيجي على لعيب مصاب ويبقى في اصرار غريب جدا رغم تاكيد النادي الاهلي اللي مش محتاج وراه تاكيد انه اللعيب مصاب، ورغم تاكيد الجهاز الطبي للمنتخب ان هو مصاب، هل يكون في يعني ايه الدافع او ايه المنطق ورا ضم ايمن اشرف والاصرار على ضمه؟ رغم ان في لعيبه ثانيه كتير جدا، ودي معلومه انا لسه يمكن بعرفها من دقائق الحقيقه، في لعيبه شفهيا كده شفهيا اعلنت انها مجهده مش قادره تلعب مع المنتخب. لا تم طلب تقرير طبي، لا تم طلب خضوعهم للفحص الطبي، لا طلب اشعه، لا طلب اي شيء يعني يؤكد على معلومه ان هم غير جاهزين للانضمام للمنتخب الوطني، وفي منهم سافروا وتفسحوا ورجعوا بالسلامه ومحدش اتكلم معاهم نص كلمه. هو السؤال هنا في النهايه، ليه حاله العناد والتربص تحديدا مع النادي الاهلي على الرغم من ان انا قلت في المكان ده في مصر انت جهاز فني لمنتخب مصر، يعني عندك قماشه واسعه جدا. وما اعتقدش انه ايمن اشرف ممكن يكون اللعيب الوحيد اللي ملوش بديل في المركز ده، لا عندنا اسماء كتيره جدا، انا مش هقول اسماء، لكن عندنا اسماء كتيره جدا تصلح للانضمام للمنتخب وتمثيله، خصوصا انها مش مباراه مصيريه قوي. في النهايه احنا رايحين نلعب كينيا واحنا متصدرين المجموعه، واعتقد انه الفوز على كينيا مش محتاج انك حتى تلعب بالسكواد الاساسي. اعتقد يعني ده علامة استفهام أعتقد أنها ملهاش إجابة عندنا في قناة النادي الأهلي. فاصل ونستقبل كابتن فتحي مبروك خبير الكرة المصرية، طبعا هنتكلم معاه عن مشوار المنتخب الأول وعن مشوار المنتخب الأولمبي في السادسة. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. أنا يعني طبعا عارف أن الجمهور لو هنتكلم منتخب النهاردة هما الناس بتفكر وشغلة بالها قوي بماتش كينيا وماتش جزر القمر، شغلنا نفسنا يومين كده مش عارف ضيعنا وقت الحقيقه في اختيارات كابتن حسام البدري اختار مين ما اختارش مين. انا شايف ان الحقيقه ان لما نيجي نتكلم على المنتخب مفترض ان احنا نتكلم برؤيه اوسع شويه اشمل شويه. ماتشين كينيا وجزر القمر مش هم الماتشين اللي احنا مستنيين منتخب فيهم. انا مستني بصراحه لما اجي اتكلم على المنتخب على منافسه المنتخب المصري على بطوله الامم الافريقيه او على مشاركه المنتخب في بطوله كاس العالم. احنا بنتكلم يا جماعه في شهور، والجيل ده آن الأوان، يعني الأسماء الكبيرة اللي عندنا آن الأوان بقى إن احنا نشوفها بتتوج ببطولة أفريقيا، بتشارك في كأس العالم، مش زي روسيا كده حاجة يعني مشاركة حقيقية، مشاركة جدية، وليه لأ ما نتخطاش حتى الأدوار الأولانية. لكن يبقى السؤال حقيقة رغم كل الأسماء والجيل المحترف في أكبر الأندية الإنجليزية والأندية المصرية المتألقة أفريقياً أبطال القارة الحمد لله، لغاية النهاردة شايف إن المنتخب ما عندوش الشخصية. لغايه النهارده المنتخب بشكل جماعي ما بيترجمش المردود الفردي للاسماء اللي بيضمها منتخب مصر. عشان كده كلام يمكن النهارده يكون اوسع شويه نتخطى بيه او اعدي بيه ماتش كينيا وجزر القمر، واتكلم على مشوار المنتخب اللي جاي مع واحد الحقيقه من خبراء الكره المصريه اللي ليهم باع طويل سواء مع منتخب مصر طبعا او مع النادي الاهلي، واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين كابتن فتحي مبروك ضيفنا في السادسه. مساء الخير كابتن فتحي. مساء الفل ومساء الجمال، وانا سعيد جدا معاك وسعيد جدا في برنامج السادسه في قناه الاهلي اللي انا بعتز بيها دائما يعني. احنا اسعد وشرف لينا كابتن فتحي. انا تسمح لي بس قبل ما تطرق لامور المنتخب، انا يمكن كان في يمكن قبل الفاصل على طول وقفه كده على موضوع ايمن اشرف وقصه انضمامه. وانا يمكن يعني في الكواليس عرفت انه النادي الاهلي رفض انه او مش رفض بلغ الجهاز الفني انه ايمن مصاب وانه احنا ما عندناش في الناحيه دي غير ايمن وبنحاول ان احنا نجهزه لماتش المريخ، وحضرتك عارف انه ماتش المريخ مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، في حين انه منتخب مصر ممكن الخيارات قدام الجهاز الفني تبقى اوسع شويه، لكن كان في اصرار من الجهاز الفني على خضوع ايمن للفحص والفحص اكد اصابته، ورغم كده شارك في التمرين مره واثنين وثلاثه. علامات الاستفهام دي انا شخصيا مش لاقي اجابه عليها، قلت اطرحها على حضرتك ممكن تدينا اجابه. هو انا سمعت طبعا حضرتك وانت بتتكلم موضوع ايمن اشرف، طبعا موضوع مهم جدا، موضوع يعني هنشتغل في مبدا المساواه برضه. خلينا بنتكلم برضه بواقعيه بالنسبه لمنتخب مصر، لان في ناس كتير قوي يعني انا ما كنت حتى في منتخب مصر وزمان كان في ناس دايما تقول لك انا عندي لعيب مصاب. اللعيب المصاب ده النهارده انت كجهاز فني هتستبعده ولا النهارده لازم تتاكد من هذه المعلومه؟ أيوة. فالنهارده اصبح في جهاز فني، جهاز طبي في المنتخب هو فعلا النهارده صاحب القرار الاول والاخير، حتى لو الجهاز الطبي للنادي الاهلي بعت لجهاز الطبي للمنتخب، ولكن الامور كلها بتبقى دايما في ثقه في الجهاز الفني
للمنتخب والجهاز الطبي، وايضا عشان ما اقولكش ده بيجامل النادي الاهلي على حساب منطقي جدا. منطقي تمام جدا تمام منطقي. فطبعا الكابتن حسام والجهاز الطبي يمكن الدكتور محمد ابو العيلة اذا فعلا استشف ان في ايمن اشرف في اصابه خلاص يستبعد، مفيش مشكله، لان الحته دي يمكن كابتن حسام يمكن برضو انا كنت ممكن يكون في مفهومه ان هو ماتش برضو كينيا اللي جاي ده ان شاء الله يوم 25 ماتش الخميس، ممكن يكون عايز الخبرات، ممكن يكون عايز الخبرات، لان منتخب كينيا انا شايف ان هو 2 بونت في المركز الثالث مفيش اي مشكله، ولكن هو برضو بيحط في منتخب جزر القمر برضو حطه في الاعتبار ان هو برضو يمكن منافس. انت حسسني يا كابتن فتحي انه مصر في الناحيه الشمال دي مفيش فيها غير ايمن عاشور. لا انا لسه هتكلم بقى في النقطه دي. فالنقطه دي هو يعني مع كامل التقدير طبعا انا بحب ايمن جدا، وهو الحقيقه لعيب ممتاز 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 بمعنى مش تقليل منه ابدا، بس انا بتكلم على أيمن أشرف. الظروف اللي بنعيشها حاليا ايمن يعني. اشرف بالنسبه للمنتخب بيقدر يلعب في مركزين يقدر يلعب في مركز الاستوبر وخصوصا الجنب الشمال لان النهارده اصبحت نادره جدا ان تلاقي استوبر بيلعب برجله الشمال. يعني خلينا برضه بواقعيه، ايمن التطور جدا في مركز الاستوبر، ايضا في مركز النهارده الظهير الايسر لما بقى علي معلول او محمود وحيد في اصابات ايمن اشرف بيسد هذه الكلام. فالكابتن حسام عامل اعتبارات ان ممكن ايمن يلعب ستوبر، ممكن ايمن يلعب ظهير ايسر، وده الكلام. ولكن الظهير الايسر تقدر تقول عنده بدائل. يعني في البدائل في احمد ابو الفتوح لاعب نادي الزمالك، ودول على فكره من اللعيبه الكويسه جدا طبعا المميزه في مركز الظهير الايسر. الحاجه الثانيه الاستوبرات عنده كتير، يعني الاستوبرات لما تيجي تعد النهارده واخد 5 استوبرات الكابتن حسام لو عديتهم لك. انا بقول لحضرتك يا كابتن فتحي انا لا بقرا الغيب ولا ليا في الطالع، بس ايمن اشرف مش هيلعب ماتش كيني. ما انا بقول لك ايمن اشرف النهارده ما قدرش حتى يكمل تمرين. بقول لك خلاص اصبح ان الكابتن حسام لو النهارده حس ان ايمن اشرف لازم يستبعده لانه عنده بدائل. السؤال هنا يا كابتن فتحي بقى وعايز حضرتك تاخدها يعني تلف الترابيزه كده ونشوف الامور من وجهه نظر النادي الاهلي، مش كان النادي الاهلي اولى بايمن اشرف في الفتره دي يحاول يجهزه بدل ما يسافر ويتعب وينزل مره تمرين وما يقدرش ومره ثانيه تمرين وما يقدرش، يحاول يجهزه يمكن يلحق ماتش المريخ؟ ما هو بص بقى هنا التساؤل بقى يعني هنا التساؤل، لو النهارده استبعد ايمن اشرف من تشكيل منتخب مصر يوم الخميس ماشي استبعد وجي النادي الاهلي لعبوا ماتش المريخ، الناس هتتكلم تقول ايه؟ هو انا اشك اساسا انه بعد الرحله المجهده دي اصل احنا بص يعني احنا طبعًا انت عارف انت عندك معلومه انه لعب ماتش فيتا كلوب مصاب انا عارف وخرج وكلام فاهم، بس انا بقول لك التساؤل يا دور احنا مش كلنا النهارده هتلاقي النهارده الناس اللي بتنكش وهتلاقي الناس النهارده اشمعنى النادي الاهلي واشمعنى سابوا الكابتن حسام عشان بالاسماء يا كابتن فتحي. انا ممكن ارص لحضرتك اسماء نجوم كبيره جدا ودوليه ما شاركتش في المنتخب الوطني لانها مجهده شفويا كده. لا تم انا بقول لحضرتك المجهد مفيش حاجه اسمها مجهد، اصلا انت النهارده بتعمل عمليه النهارده ريكفري للمنتخب، النهارده ما بتاخدش المنتخب النهارده عشان تشتغل بيه سبرنتات وبتشتغل تحملات، انت بتشتغل كله على الجانب التكتيكي للجانب التكتيكي، لان الدوري شغال كابتن حسام وجهازه الفني بيشوفوا اللعيبه فعارفين كل اللعيبه، فكل الجزء اللي بيشتغل عليه الكابتن حسام جزء تكتيكي واضح، حتى لو في ارهاق لبعض اللاعبين لا ممكن يبقى عمليه الريكفري دي ممكن يريحه، ممكن يشتغل النهارده تدريب خفيف وشوط اطالات ويخرج حاجات كتير قوي. ولكن زي ما قلت لك الامور كلها بتقاس زي ما قلت لك التساؤل، طب لو ايمن اشرف كابتن حسام بعده الناس هتتكلم، ما انت مش اتجاهاتك كلها مش تقول، هتلاقي النهارده الناس اللي في جانب اخر بيتكلموا اشمعنى النادي الاهلي وحسام البدري ابن النادي الاهلي ده انت بتجامل النادي الاهلي، فحسام هيقع تحت ضغط اعلامي وتحت انتقادات كتير جدا من اتجاهات مختلفه. والله يا فندم اللي عايز ينتقد وبينتقد ويقول لك انت من النادي الاهلي فبجامل النادي الاهلي ومختار اغلب قوام المنتخب من النادي الاهلي، مش دي القصه ابدا، وعمر الاهلي ما تاخر على المنتخب. النادي الاهلي دائما تعال ارجع للذاكره بقى ارجع للذاكره في 2006 و2008 و2010 كان كام لعيب في النادي الاهلي، يعني كان المنتخب كله كان منتخب مصر كله منتخب مصر كله كان بيمثل قوامه 8 لعيبه اساسيين نادي الاهلي بيلعبوا في الماتشات كلها صحيح من النادي الاهلي، فاصبح النهارده ده بالعكس ده بيبقى عنصر كويس جدا مميز. ان انت كنت في كاس العالم 90 يا كابتن فتحي مع كابتن جوهري الله يرحمه كام واحد من النادي الاهلي كان عندنا لعيبه كتيره برضه، يعني كان عندنا لعيبه كتيره ولعيبه كانت اساسيه ولعيبه على المستوى العالي، لان اي مدير فني بيجي دائما اول اختيارات ليه منين؟ اول اختيارات ليه دائما النادي الاهلي، والاهلي عمره متاخر والله يا كابتن، والنادي الاهلي عمره متاخر حقيقة. النادي الاهلي دائما يعني علشان تبقى عارف هو في خدمه المنتخبات الوطنيه سواء منتخب اول سواء منتخب اولمبي، النادي الاهلي دائما بيدعم المنتخب،
فهو بس حتة زي ما قلت لك الكابتن حسام البدري والجهاز الطبي للمنتخب متخوف من الاتجاهات الأخرى والحرب ضد جهاز المنتخب والجهاز الطبي. أنا كل اللي قلته بس إنه ما أحبش أبدا يبقى فيه شبه التربص أين كان الاسم حسام البدري أو غير حسام البدري، يبقاش فيه شبه التربص بأي نادي مصري كمان مش بالأهلي بس، خصوصا إنه مقبل على مواجهة مهمة جدا وحاسمة في مشوار أفريقيا. أخد حضرتك بقى للكلام عن المنتخب شوية. كنت بقول في بداية الحلقة كابتن فتحي إنه السنة دي مهمة جدا، وأنا في ظني إنه أي لعيب رجليه في الملعب النهاردة خصوصا مع الأندية الكبيرة أو اللعيبة المحترفة بره لازم يكون جزء من تفكيره رايح لشوية لكأس العالم، يعني بيتهيألي الجيل ده عنده فرصة كبيرة جدا إنه يلعب في كأس العالم، ولازم يكون حاطط في اعتباره وفي طموحاته كمان إنه ياخد يرفع كأس أفريقيا. مظبوط. لما نيجي نبص للمنتخب ده مقارنة بالأجيال 98 بوركينا فاسو 86 في القاهرة 2006 2008 2010 والأجيال الثلاثة دول هتلاقي إنه على ناحية النواحي الفردية يمكن الجيل ده كمان بيتفوق شويتين ثلاثة، يعني على مستوى الأسماء هتلاقي أسماء تقيلة وعندها خبرات دولية كبيرة ولعيبة محترفة وليها ثمنها في بريمير ليج في إنجلترا، لكن لما أجي أشوف المردود بتاع الناحية الجماعية المردود الجماعي لمنتخب مصر في السنوات الأخيرة مش بلاقيه يعني يساوي قيمة اللعيبة دي فنيا ومهاريا. من وجهة نظر حضرتك ده بتتفق الأول مع وجهة النظر دي ولا لأ؟ وده حصل ليه؟ لا وانا يمكن يعني اختلف معك برضه، خلينا بنتكلم بواقعيه. اجيال 2006 و2008 و2010 كان فيها لعيبه مميزين جدا وعلى مستوى عالي جدا، يعني لو ذكرت لك اسامي لعيبه من النادي الاهلي اسامي لعيبه من النادي الاهلي كابتن ابو تريكه كابتن حسام غالي عماد متعب عماد النحاس، هتلاقي اجيال كانت كويسه كمان من الناحيه الفرديه ومن الناحيه فاهم الحاجات الانديفيدوال والمهاره وكل شيء، هتلاقي لعيبه على مستوى عالي جدا جدا. الجيل هذا الجيل دلوقتي اللي موجود دلوقتي في عناصر مميزة سواء من المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، ولكن أنا بتكلم برضو خلينا نتكلم بصراحة الماتشات اللي اتلعبت بالنسبة لمنتخب مصر كان فيها انتقادات كتير جدا جدا لأداء مستوى لأداء المنتخب عموما، حتى لو بيكسب يعني حتى لو بيكسب أداء المنتخب ما كانش الأداء الراقي جدا اللي يخليك النهاردة صحيح. اللي يخليك النهاردة كلنا بنؤازر المنتخب، لا في اتجاهات برضه هتلاقي ضد حسام وضد التشكيل وضد ازاي تلعب، وده حاجات كلها بتبقى دائما في عرف كره القدم موجوده حتى لو مش حسام البدري اللي ماسك هتلاقي دائما في انتقادات، وده مجال كره القدم. حتى هيكتور كوبر لما كان موجود لم يسلم، يعني اما كوبر كان موجود ما الناس كلها انتقدته والحقيقه كورته كانت وحشه وكانت في بطوله بقى ايه بطوله كمان مقامه في مصر والترتيب كان منتخب مصر كام وكان يجمع اللعيبه اللي هم على مستوى عالي جدا سواء المحترفين في الخارج او سواء المحترفين داخل النادي. المنتخب مصر كان على المستوى وصل لترتيبه كام في هذه البطوله وقيمه في مصر وصل للترتيب كام؟ ما خدش ترتيب. مين اللي خد هذه البطوله؟ الجزائر. مش كده؟ الجزائر خدت هذه البطوله. فالامور كلها بس ده كان اجيري بتهيألي يا كابتن اجيري كوبر هو سوري اجيري مع كاميرون اجيري هو اللي كان موجود وكانت الانتقادات برضو لاسعه وكوبر برضو حتى مع وصوله كاس العالم والعروض العروض كانت قليله فالكابتن حسام اصبح النهارده عنده عناصر مميزه يعني عناصر مميزه على مستوى الكره المصريه زي ما قلت لك واخد 8 لعيبه من النادي الاهلي 8 لعيبه كلهم النهارده في مراكز مهمه جدا بالنسبه للكابتن حسام فطبعا اذا كان النادي الاهلي دائما زي ما قلت لك 2006 و2008 و2010 وزي ما انت قلت لي 90 و98 في بوركينا النادي الاهلي دائما مصدر للمنتخب صحيح. موضوع ايمن زي ما قلت لك اذا كان كابتن حسام يحس فعلا ان ايمن في حاجه انا واثق لا انا هرجع تاني بس لشخصيه بقى. المنتخب بقى يعني احنا حتى مثلا على مستوى الافراد بعيدا شويه عن الناحيه المهريه والامكانيات المهريه للعيبه والفنيه يعني مثلا جيل 2006 مثلا كنت تحس انه في الملعب في لعيبه تقيله في كل واحد ليه شخصيه في شكل وده. من اول حضري وائل جمعه حسام غالي ابو تريكه عماد متعب احمد حسن محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان في ناس يعني تحس ان كل واحد من دول يشد فرقه معاه النهارده ده ممكن لما اجي اقول لك مثلا اختار 3 4 لعيبه في المنتخب مع كامل الاحترام والتقدير لكل اسماء انا مش بتكلم عن الناحيه الفنيه ولا المهاريه بتكلم على الشخصيه جوه الملعب ما احسش انه ده موجود يا كابتن فتحي لا هو في لعيبه يعني في لعيبه النهارده لعيبه على الاقل تدي ميزه لمنتخب مصر وخصوصا
شو انا بقول لك، وخصوصا في الشق الهجومي. انا مش بكلم حك على كينيا وجزر القمر، لا انا بكلم حك على كوت ديفوار والكاميرون والسنغال. انا بقول لك وخصوصا في الشق الهجومي. النهارده لما تيجي تبص محمد صلاح، محمد صلاح في ليفربول ما شاء الله الناس بتتغنى بيه، ما شاء الله النهارده سكورر، ما شاء الله النهارده احسن هداف في الدوري الانجليزي. ايوه مش كده، كل جماهير مصر بتعشق محمد صلاح. فمحمد صلاح ليه دور مؤثر جدا في منتخب مصر. تريزيجيه النهارده في استون فيلا النهارده برده من العلامات المميزه، بيلعب بصفه مستمره، اصبح النهارده من العلامات. مصطفى محمد لاعب الزمالك النهارده في جالاتاساراي التركي النهارده اصبح من الهدافين. فكل الناس دي النهارده لازم تبقى ليها شكل وكيان في الجانب الهجومي بالنسبه للمنتخب. ازاي اجهز الاسماء دي وانا شايف ان عندهم امكانيات على المستوى الفردي امكانيات محترمه جدا؟ يعني لما اجي النهارده اختار 11 اساسي من اول الشناوي ورا لغايه محمد صلاح قدام، هعرف اختار 11 تقال جدا. ازاي اوصل بيهم في خلال الفتره اللي جايه ان يبقى عندي منتخب ليه شخصيه، مش بس قادر يتاهل لكاس امم افريقيا، لا قادر ان انا اخده واروح انافس على كاس امم افريقيا مع العتاوله والكبار. هو لك بخلينا برضو بقى نتكلم بواقعيه. احنا دلوقتي ما كنا ماسكين احنا 98 و90 سين دي، احنا عملنا 13 مباراه دوليه قبل ما اروح ايطاليا. 13 فاكر فيهم ماتش انا ما انساهوش ابدا، اسكتلندا 3-1. اسكتلندا 3-1 يعني اسكتلندا واسماعيل يوسف بيقول كمان عالمي. فالنهارده اصبح النهارده البلاننج اللي محطوط لاي منتخب النهارده مفيش في ماتشات النهارده قدام المنتخب. لا مفيش في النهارده توقف، حتى الماتشين بتوع الاولمبي اللي كان هيلعبهم في توقف النهارده المنتخب مصر ان هو في اجنده دوليه. حضرتك عارف ان الظروف الاستثنائيه برضه، من قصدي الظروف الاستثنائيه وعلى المنتخبات كلها مش علينا احنا بس، على المنتخبات كلها. فالكابتن حسام النهارده بيختار النهارده اللعيبه، بيختار النهارده ناس كتير جدا، بيختار 28 لعيب وهو حاطط في تفكيره مين ال 11 لعيب اللي خبرات مش هيجي النهارده قدام كينيا النهارده يلاعب، لا الخبرات اللي هيقدر برضو يستفاد بيه في هذه المباراة والمباراة القادمة. فكل هذه الأمور النهاردة يعني أنا بعذر جهاز المنتخب الأول وجهاز المنتخب الأولمبي إن مفيش ماتشات، دي الظروف الاستثنائية اللي احنا فيها. النهاردة ما بتلعب ماتشات ودية، النهاردة بتشوف اللعيبة اللي عندك وبتشوف أسلوب لعبك إيه وتكتيكك إيه وتغييراتك إيه وكل هذه الأمور. النهاردة أصبح النهاردة الكابتن حسام النهاردة هيجيب الليستة، النهارده مين احسن جول خبره في مصر؟ محمد الشناوي. حط محمد الشناوي. النهارده عندي محترف. حط لنا التشكيل كده يا كابتن فتحي وانت بتقول. يعني انا ده التشكيل بقى ممكن يكون طبعا، يعني انا بقول الشناوي مثلا. النهارده اما تيجي تبص احمد حجازي محترف وجايبه النهارده هيلعب. النهارده ايمن اشرف كنت انا يعني انا شخصيا كنت حاطط ايمن لو اشرف ظهير ايسر. ليه؟ لان هو خلاص بيلعب في النادي الاهلي، تعود على هذا المركز. في النهارده علي جبر، يعني علي جبر برده ممكن النهارده يبقى علي جبر يلعب على الوينش. انا بقول علي جبر يلعب، علي جبر عشان خبراته اكتر مع ومحمد هاني لانه خلاص النهارده ليه ثقل النهارده في الجانب الدفاعي. ماتش البايرن بتهيالي كان نقطه تحول في مشواره. طبعا لا هو الحمد لله يعني محمد برده زاد جدا سواء ثقة الإعلام وثقة الجماهير وثقة الجهاز الفني فيه، لا بيأدي بصراحة بصفة كويسة. عندك بقى وسط ملعب يبقى عندك النهاردة طبعا محترف النني في الأرسنال، هيبقى الثلاثي طبعا من النادي الأهلي، وهيبقى طارق حامد مش هيقدر يستغنى عن حد من الثلاثة دول. يبتدي بالثلاثة، مش هيقدر يستغنى عن حد من الثلاثة دول إلا إذا، شو أنا بقول إلا إذا استغنى عن حد منهم عشان يلاعب مين؟ مجدي أفشة. برافو عليك. عشان يلعب أفشة. النهارده عندك الثلاثه اللي هيقدر يشتغل بيهم في الجانب الهجومي، محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى ادي الثلاثه اللي ممكن يشتغل. زي ما قلت لك لو استغنى عن حد من وسط الملعب يبقى يحط محمد مجدي قفشه يبقى تحت الناس دي. ده انا في رايي التشكيل اللي ممكن الكابتن حسام يبتدي بيه من مباراه كينيا. ايه قصه انه يعني انا بستغرب شويه انه اغلب نجاحات الكره المصريه بتبقى مع المصري، يعني الاجنبي مش عارف، يعني هل يعني 90 كابتن جوهري وحضرتك كل معظم 98 انت فاكر 98 دي رايحين 2006 2008 و2010 مع الكابتن حسن شحاته. مع الكابتن حسن شحاته بالظبط كده. كل البطولات اللي خدها منتخب مصر باستثناء يمكن 86 ايوه سميث مايكل سميث انا فاكر كويس قوي هي البطوله الوحيده، ولكن بطولات منتخب مصر عموما كلها مصري. من التاريخ بقى راجع التاريخ هتلاقي كلها مصري. ايوه ليه يعني توليفه المصري او اللعيب المصري ثقافته تركيبته شخصيته محتاج دايما مدرب مصري. احنا ليه دايما نظلم المنتخب المصري؟ المدرب المصري ليه نظلمه؟ المدربين المصريين على فكره بيبقوا عندنا مدربين على كفاءه عاليه جدا وشخصيه
قيادية وفنية وتكتيكية وكل هذه الأمور. فمدير فني مصري ما بيمسك بيقدر يبدع، وخصوصا معلش انا وخصوصا اذا كان الاعلام بيساند هذا المدير الفني. بس لأن الاعلام دوره مهم جدا. اسمح لي يا كابتن فتحي، المنتخب المصري لما راح بوركينا فاسو 98 عند على سبيل المثال مش الحصر، لان في موقف كتير انا فاكر كويس جدا، انه الهجوم على كابتن جوهري في التوقيت ده وعلى اختيارات كابتن جوهري وعلى حسام حسن اللي رايح مع المنتخب في الوقت ده، وبالمناسبه حسام كان هداف بطوله في 98، كان كبير جدا، يعني ما كانش في اي دعم اعلامي من اي نوع، كان كبير. واحنا جمهور ما كانش رايح بصراحه بوركينا فاسو وعنده ليه احساس انه احنا راجعين بالبطوله. ما هو السبب؟ السبب ان احنا في مؤتمر صحفي، انا فاكر كويس جدا، ان كابتن محمود الجوهر رحمه الله عليه الله يرحمه قال ان منتخب مصر ما تطلبوش منه بطوله، ده ممكن يبقى في المركز ال 13. هيئ الاعلام وهيئ الجماهير المصريه وهيئ الراي العام كله ان منتخب مصر رايح مجرد كلمه التمثيل المشرف. ولكن الظروف، شو انا بقولها لك، ولكن الظروف اللي عاش فيها منتخب مصر في هذه الفتره وروح اللعيبه واراده اللعيبه وكل هذه الامور، فعلا اللعيبه تستحق الفوز بهذه البطوله، لان انا عشت مع اللعيبه. يعني الموضوع مش امكانيات فنيه بس برضه لا فتح. لا ده كانت امكانيات فنيه رائعه. تعال بص لتاريخ منتخب مصر 98 وشو اللعيبه، راجع كده هتلاقي اللعيبه على مستوى عالي جدا من الكفاءه سواء الفرديه او سواء الجماعيه. بس انتوا كنتوا يعني انتوا كنتوا رايحين بنفس اللعيبه دي، وانتوا شخصيا بتقولوا احنا رايحين يعني ممكن نوصل مركز 13، لكن ليه احنا كنا برضو خلي بالك كنا متخافين، لان برضو في فرق كانت يعني بوركينا فاسو صاحبه الارض، احنا كسبناها 2-0، كسبنا كوت ديفوار وبالعتاوله، كسبنا كوت ديفوار بضربه الجزاء، وجنوب افريقيا في الفاينل. كان متخوف، كنت متخوف من ايه؟ كان في فرق قويه جدا، فرق قويه جدا في هذا، كان في المغرب، في الكوت ديفوار، في جنوب افريقيا. يعني كان في فرق، خسرنا المغرب بس بتهيألي ماتش المغرب بس كان في فرق خسرنا 1-0 مصطفى حج. ايوه مصطفى حج اللي عمل دبل كيك، دبل كيك كويس السيد. فدي الامور كلها، برضو كان في فرق قويه انت قلقت من الوضع. طب عشان اشكل او احضر نفسي كويس قوي للبطولتين المهمين دول، جمهور المصري نفسه يتوج ببطوله افريقيا، يعني بقى لنا كتير جدا، واحنا لغايه النهارده اصحاب الصداره في عدد مرات الفوز، بس بقى لنا كتير قوي، عقد كامل عدى علينا ما شفناش بطوله افريقيا، وشايفين ان اولادنا يستحقوا ان هم يكونوا ابطال القاره. ومن بعدها عندي الحلم والامل اللي ما كاس عالم عشان احضر الاولاد دول، الاسماء المحترمه اللي حضرتك اتكلمت عليها والامكانيات العاليه دي، يكونوا جاهزين للمعتركين دول. من وجهه نظر حضرتك ايه المطلوب؟ جهاز فني، اتحاد كوره. انت دلوقتي في ظروف استثنائيه زي ما قلت. في ظروف استثنائيه احنا النهارده بنشتغل على المجموعه دي، المجموعه النهارده اللي بنشتغل عليها سواء كينيا أو جزر القمر او توجو، انت بتشتغل عشان توصل للكاميرون مش كده؟ بطوله الامم الافريقيه، يبقى دي مرحله ثانيه. بس المرحله الاولى النهارده انت كيفيه النهارده ان انت تاخد النهارده المركز الاول. يعني عندك فرقتين ممكن ان شاء الله تكسبهم في مركز اول. ده الهدف دلوقتي، احنا بنمشي على اهداف، بعد كده الهدف بتجهز نفسك، ممكن ان شاء الله تكون الظروف احسن، يقدر منتخب مصر والكابتن حسام والجهاز الفني يقدر بقى يلعب ماتشات وديه في الاجنده الدوليه، يقدر يحاول في احتكاك بمدارس مختلفه. انا عندي كمان الاولمبي بيتهيألي يعني جهاز فني منتخب اول حاطط عينه جدا على الاولمبي اللي عنده، اولمبياد طوكيو، وبيتهيألي في عناصر منه محترمه جدا ممكن تكون موجوده. ولكن تعالى بص النهارده برضو الكابتن حسام واخد عناصر كتيره صغيره، يعني برضو الاعمار السنيه متوسط الاعمار كويس. متوسط اعمار كويس، مفيش مشكله ان الكابتن حسام زي ما قلت لك المرحله الاولى دي عديها، وبعد كده يبتدي بقى يجهز لبطوله الامم الافريقيه في الكاميرون. بعد كده برضه يقدر يجهز لمرحله ثالثة اللي هي وصول لتصفيات كاس العالم. كل هذه الامور بتبقى مراحل، مفيش مدير فني هيفكر في ثلاث مراحل في مره حاجه واحده. استحاله، يعني انا بقول لك استحاله، لو حتى جابوا مين، كل مرحله ليها دورها وليها شغلها وليها ادائها وليها لعبتها. انت عندك شك في التاهل يا كابتن فتحي لتاهل لكاس امم افريقيا؟ لا طبعا محسومه يعني. لا طبعا، يعني لما تيجي تتكلم على مجموعتك معلش، يعني انت النهارده منتخب مصر بقيمته ببطولاته بلعبته، لا ما يعني مش بغلط بس في المنتخبات الافريقيه، ولكن منتخب مصر يستحق ان في مركز اول، يستحق الوصول للكاميرون. صحيح. طيب على كل الاحوال كلامنا عن المنتخب المصري وكمان المنتخب الاولمبي اللي عنده مشوار مهم وبطوله لا تقل اهميه باي حال من الاحوال طبعا عن بطوله كاس العالم الاولمبيكس، عن اختيارات كابتن شوقي غريب، استعداده في ظروف استثنائيه، كان عنده معسكر مفترض يلعب فيه ماتشين لكن للاسف بسبب ظروف كورونا
تم إلغائهم. كلامنا متواصل مع كابتن فتحي مبروك في السادسة بعد الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية، وطبعا برحب بضيفي شرفني في استوديو السادسة كابتن فتحي مبروك. أهلا بيك كابتن فتحي مرة تانية. ربنا يخليك، أهلا بيك. وشوف بقى لو عندك حاجة حلوة كده نتكلم، قول. ما هنتكلم طبعا هنتكلم. اسمح لي أقول خبر سريع جالنا على الهوا كده. المشرف طبعا على الجهاز التنفيذي بالأهلي بيجتمع مع المديرين، سيد إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي، واللي تم تكليفه مؤخرا من قبل المجلس في الاجتماع الأخير بالإشراف على الجهاز التنفيذي للنادي. عقد اجتماع مع مدير الإدارات بالنادي الأهلي وقيادات الفروع الجزيرة مدينة نصر الشيخ زايد. الاجتماع ده تناول مناقشة سير العمل فيما يتعلق بالشق الإداري والتأكيد فيه على المتابعة المستمرة لملف الخدمات مع الاستمرار في الحفاظ على ثوابت المنظومة داخل النادي خلال المرحلة المقبلة. والحقيقة كمان الكفراوي بيبحث مع مدير الأفرع بعض المقترحات والتأكيد على تلافي بعض السلبيات في كافة القطاعات الخدمية والرياضية. ويؤكد الكفراوي خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود من أجل الحفاظ على منظومة العمل وتلبية كافة احتياجات الأعضاء وتنفيذ السياسة العامة لمجلس الإدارة برئاسة طبعا كابتن الخطيب. خالص تمنياتنا طبعا بالتوفيق لإبراهيم الكفراوي اللي بيتولى منصب المشرف على الجهاز التنفيذي بالنادي الأهلي. مهمة بالتأكيد صعبة لكنه بالتأكيد أداها ودود. خلينا نرجع مرة تانية لمشوار منتخباتنا. احنا يمكن أنا أكتفي بالجزء ده مع المنتخب الأول وأتكلم على المنتخب الأولمبي اللي يمكن الناس مش حاسة بيه قوي. عنده طبعا يعني آخر حاجة فاكرينها له طبعا بطولة أفريقيا اللي كانت على أرضنا هنا وقدم فيها الحقيقة عروض مبهرة. مش بس طمنا على تأهل الأولمبياد لكن طمنا كمان كابتن فتحي بتالي على مستقبل الكرة المصرية. شفنا لعيبة، شفنا مواهب، شفنا جيل جاي، حاجة تفرح بصراحة. الجيل ده مصدوم في الإعداد لبطولة بحجم الأولمبياد من وجهة نظرك؟ يعني شايف انه سواء اللعيبة او الجهاز الفني هو طبعا مظلومين بصراحة. برضو الظروف الاستثنائية اللي احنا فيها النهاردة. اي مدير فني لما بيفكر زي ما قلت لك بحط البلاننج بتاعه النهاردة ان انا عايز النهاردة فترة توقف، واطلب من اتحاد الكرة ولجنة المسابقات ان انا عايز فترة توقف. طيب فترة التوقف دي النهاردة هبعت دعوة لمنتخب كذا يجيلي. النهاردة اصبحت الامور بالنسبة طبعا لفيروس كورونا والامور اللي احنا دنيا صعبة، وكان في اتفاق حتى في المعسكر ده مع جنوب افريقيا. مفيش النهاردة منتخبات النهاردة تتقبل ان هي تلعب تروح وتيجي مفيش. يعني خلينا برضو بنتكلم بواقعية. كابتن شوقي غريب عمل معسكر، والمعسكر ده اداء تدريبي، ممكن اداء خططي، ممكن حاجات كتير، او ممكن حاجات نفسية ذهنية. كل هذه الامور الكابتن شوقي بيستثمرها في هذا المعسكر. مفيش ماتشات، يعني مفيش ماتشات، ولكن يمكن الحتة دي بتبقى دائما محط. النهاردة المدير الفني بيعمل ايه؟ النهاردة لو عنده 25-30 لعيب في هذا المعسكر هيعمل ايه؟ يوم ما يحصل هيحصل ايه؟ تقسيم. ايوه هيحصل تقسيم. النهاردة برضو بيشوف حالة اللعيبة، بيشوف النهاردة المراكز، بيشوف النهاردة مين الانسب. كل هذه الامور من خلال تقسيم 11 ضد 11 11. وبرضو بيبقى على فكرة بيبقى فيها اثبات ذات. يعني اللعيب نفسه بيبقى فيه اثبات ذات. ولكن انا شايف ان اللعيبة يمكن والجهاز الفني فعلا مظلومين في هذه الفتره، للنظر لظروف الامور المنتخبات وعدم النهارده تقدر تلعب مباراه دوليه، دي صعبه جدا. ليه ما كانش في تفكير؟ كنت اقترحت وقلت حضرتك في السادسه انه يبقى يعني في اوقات كثيره جدا بنسمع منتخب مصر بيه مثلا على سبيل المثال، وانا شايف انه الدوري السنه دي يعني من سنين طويله ما شفناش دوري سخن كده، ما شفناش ماتشات ما تقدرش تتوقع بنتيجتها وقبل ما تبتدي. شفنا حتى اللي طالعين من الدرجه الثانيه بيقدموا كره حلوه وبيقدموا مواهب. شوف يعني الاول مره الناس بتطلع من الدرجه الثانيه تحفظ اسمائها والجمهور يبقى عارفها. فليه ما فكرناش مثلا نعمل حاجه تبقى ذخيره للمنتخب الاول وفي نفس الوقت ممكن تلعب مع المنتخب الاولمبي تجهزه في المعسكر الحالي؟ ما احنا بنتكلم برضه هنتكلم بواقع النهارده. المنتخب الاول الكابتن حسام واخد 28 لعيب، الكابتن شوقي غريب المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي دايما بيدعم ايه؟ المنتخب الاول. أيوة. فالنهارده اما تيجي تعمل مصطفى محمد مثلا منتخب اولمبي اساسي، هتيجي تعمل النهارده في لعيبه كويسه جدا جدا. أيوة. في المنتخب الاولمبي. يعني اما تيجي تبص النهارده صلاح محسن وطاهر محمد طاهر النهارده واكرم توفيق، وهتلاقي ناس كتير جدا في المنتخب الاولمبي النهارده من النادي الاهلي. فالمنتخب الاولمبي النهارده هو قوامه دائما اللي بيدعم الفريق الاول. يعني الفريق الاول لو حصل اي دروب في مركز ممكن دلوقتي اخد من الكابتن شوقي غريب. تخيل يعني لو كابتن حسام في اي مشكله قبل ماتش كينيا وقع في مشكله هياخد منين؟ من شوقي غريب. من الكابتن شوقي غريب، لان دائما المنتخب الاولمبي هو دائما اللي بيدي. لا انا كنت بتكلم من وجهه نظر ان انا اجهز المنتخب الاولمبي.
يعني يعني الولاد مع كامل احترامي عشان يقعد معسكر 8 ايام تمرينات وتقسيم وتمرينات وتقسيم، مفيش محك اقدر انا من خلاله احكم على تطبيق فكري، تطبيق طريقه لعبي، استيعاب اللعيبه او فهمهم، خصوصا ان احنا ما اتجمعناش بقالنا كتير للشغل اللي احنا عايزين نشتغله يعني عشان الاولمبياد. يعني انت رايك كان يتعمل مباراه بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي على سبيل المثال؟ على سبيل المثال. بص دي حضرتك برضو خلي بالك هتلاقي حاجات كتير قوي، هتلاقي سلبيات الا اذا المدير الفني للفريق الاول الكابتن حسام بدري او كابتن شوقي غريب ان هم اتفقوا على اقامه هذه المباراه على اساس ان نشوف اللعيبه كلها. شو نقول ايه اللي نشوف اللعيبه كلها؟ لان انت النهارده لو جيت لعبت الفريق الاول ضد المنتخب الاولمبي 11 وغيرت التغييرات العاديه بتاعتك الخمسه او السته او السبعه، بقيه الناس دي هتحس باحساس ان هي ممكن تكون مستبعده، وخصوصا اذا ما قلت لك الفريق الاول بالذات، لان احساس اللعيبه دايما ان هو في قوام الفريق الاول النهارده وعنده امل كبير وعنده طموح كبير انه يشترك. لو انت النهارده لعبت ب 18 واحد ضد المنتخب الاولمبي، طب ال 10 دول ما لعبوش ليه؟ يبقى دول الكابتن حسام البدري والجهاز الفني مش حاطينهم في التفكير. المنتخب ده يقدر يجيب ميداليه من وجهه نظر حضرتك؟ المنتخب الاولمبي؟ ان شاء الله. شايف انه عنده عناصر كويسه؟ مع فكره انه طبعا هو يمكن كابتن شوقي يتكلم في فكره انه طرح 10 اسماء انها اللي فوق السن تنضم لل فوق السن. طبعا لازم هو الحته دي لازم يستعين على الاقل ده ثلاثة. مين من وجهه نظرك؟ ثلاثة. انا يعني انا كنت بقول من المؤيدين جدا في لازم يبقى في حارس مرمى مميز. ايوه يعني شناوي على طول رايي الشخصي حارس مرمى مميز. الحاجه الثانيه تقول لنا اسماء كابتن. الحاجه الثانيه يمكن انا كان رايي برضو الشخصي محمد صلاح برضو هيديك برستيج كويس جدا. برستيج في الدوره دي الناس كلها بتعرف محمد صلاح، العالم كله اصبح يعرف محمد صلاح. محمد صلاح هيدي ثقل للفريق وهيدي ثقل ايضا للاعيبه المتواجده ان محمد صلاح لعيب ليفربول ولعيب المنتخب الاول بيجي مع المنتخب. تمام. حد برضو من الثالث ممكن يكون ديفندر وسط ملعب كويس، لان المنتخب الاولمبي برضو يعني انا من خلال مشاهداتي الفنيه برضو محتاج حد ديفندر وسط ملعب كويس. يبقى عنده النهارده الثقه وعنده النهارده الخبره يقود الحته دي. اشمعنى صلاح اللي قلته بالاسم؟ ما انا خلينا بتكلم، انا بكلمك النهارده مين النهارده اشهر لعيب في مصر. لا انا مش معترض على صلاح، انا عايزك تقول لي مين الديفندر ومين حارس المرمى. ما انا قلت لك محمد صلاح وقلت لك حارس مرمى مميز. اللي هو مين؟ كفاءه يدي ثقه. ما هو خلاص هو في حد مميز اكتر من الشناوي؟ محمد الشناوي. تمام. بس عشان الناس دلوقتي هتقول لك ده فتحي مبروك عشان النادي الاهلي، يقول لك محمد الشناوي. لا ده لمصلحه مصر. مصلحه مصر. وانا ما بختار محمد الشناوي. وانا ما بتكلم بامانه وبتكلم بواقعيه ومصلحه منتخب. هو في حد يحب لعيب؟ طب اقول لك على حاجه. يحب المنتخب. طب انا اقول لك على حاجه. يعني انا كنت حاطط في تفكيري مين ديفندر وسط ملعب؟ مين؟ تخيل بقى، والله العظيم والله العظيم كنت حاطط مين؟ طارق حامد. طارق حامد. والله العظيم كنت حاطط. ما دام من وجهه نظرك في المصلحه. وجهه نظري مصلحه منتخب مصر ومصلحه منتخب مصر فوق اي اعتبار طبعا. اي حد يضيف لمنتخب بلدي اهلا وسهلا. مع احترام الناس كتير جدا. ايوه. مع احترام الناس كتير جدا الفنترات في وسط ملعب. ولكن على حساب النني وعلى حساب. ما انا بقول لك انا شخصيا كنت حاطط شايف طارق حامد. لان ممكن تحتاج طارق حامد في دور دفاعي هناك في بعض المباريات. هو بيقدر يؤدي الحته دي كويس جدا. ايوه. جدا جدا يعني. طيب انا مع حضرتك بقى للملف الثالث، واتمنى يكون عندنا من الوقت نناقش حتى العناوين الرئيسيه الاهلي في افريقيا السنه دي ومشوار موسيماني مع الاهلي من وجهه نظر حضرتك، خصوصا انه احنا مرينا بمطب كده، في مطب ما كانش متوقع في دور المجموعات. ماتش سيمبا واللي صعبه شويه انك اتعادلت بعد منه على طول مع فيتا هنا في القاهره. بص دائما بعرف كره القدم الناس كلها لازم يبقى عندنا الفكر النهارده المنحنى الفني لاي فرقه بيجي يوصل للتوب فورم، ده معروف رسم البني. بيوصل للتوب فورم لازم على الاقل المنحنى ده يبتدي ينزل شويه. تعال بص على كل فرق العالم النهارده، برشلونه في مركز كام النهارده؟ ريال مدريد النهارده، ليفربول، هتلاقي في مطبات كتير قوي. فالنادي الاهلي اذا كانت هزم من سيمبا واحد وتعالى مع فيتا كلاب هنا 2-2، دي اللي كانت مسار تساؤل. فيتا كلاب، لان فيتا كلاب مش الفرقه اللي كانت يعني تقلقك قوي. ايوه يعني مش الفيتا كلاب، بدليل ان والله ولا سيمبا يا كابتن، بدليل ان انت هناك عملت مباراه رائعه طبعا وكسبتهم. فهنا الظروف اللي اتحط فيها النادي الاهلي وعدم التوفيق والفرص اللي مش عايز اقول لك 10 15 فرصه،
10 15 فرصه، ده زائد ضربه الجزاء طبعا اللي كان فيها كلام كتير قوي، ساهمت ان فيتا كلاب اتعادل مع النادي الاهلي في القاهره. فدي كانت الناس كانت قلقه جدا من مباراه فيتا كلاب حتى في الخارج، ولكن النادي الاهلي ادى اداء رائع، اداء رائع وكسب هناك. طيب انا يعني هكلمك على الماتش اللي جاي، وعندي نقطه تخوف وحيده، يعني المستوى الفني والروح والشخصيه بتهيألي رجعت لينا في ماتش فيتا هناك، الماتش اللي كسبناه 3-0. ماتش المريخ انا بشوفه ماتش صعب، رغم انه المريخ متزايل جدول الترتيب، لكن المريخ على ارضه انا بتوقع وهو بيواجه الاهلي هتبقى مباراه مش سهله بكل المقاييس. الجزئيه هنا اللي انا شايل همها فكره الدوليين، سواء المصريين مع منتخب مصر او ديانج وبواليا مع المالي والكونغو، ورجوعهم في وقت ضيق جدا عشان يستعدوا للسفر للسودان. تفتكر حاجه دي ممكن تكون يعني عامل مؤثر سلبا؟ ازاي الجهاز الفني يتعامل معاها قبل ما تروح تلعب مع المريخ على ارضه؟ هو بص انا ماتش المريخ يعني برضو من خلال وجهه نظر فنيه، تعالى بص ماتش المريخ اللي اكون في القاهره انت كسبت كام؟ ماتش المريخ كسبت 3. كسبت 3 ماشي؟ كسبت 3-0. هل النهارده النادي الاهلي بقيمته ببطولاته التسعه بلاعبته اللي ما شاء الله، هل النهارده يتخوف من المريخ هناك؟ يعني بسالك انت بقى سؤال، هل يتخوف من المريخ؟ المريخ فيتا كلاب كسبه في فيتا كلاب كسب المريخ في المريخ كام؟ ايوه 4-1. النهارده مع احترامي طبعا للكره السودانيه واحترامي لنادي المريخ وتاريخه، ولكن الفرقه دلوقتي بتمر بظروف، يمكن هو دلوقتي متزايل، ده عنده بونت يعني عنده بونت المريخ في الرابع، بالرابع مركز عنده بونت. فالنادي الاهلي هو النهارده مين ما ده ممكن يبقى بيخليه بيلعب مش فارقه معاه، مفيش ضغوط شويه. انا بقول لك مين اللي يبقى قلق؟ النهارده النادي الاهلي يبقى قلق ولا المريخ اللي يبقى قلق من النادي الاهلي؟ لا، مين النهارده اصبح النهارده النادي الاهلي بيمثل النهارده فعلا مصدر قلق للفرق الافريقيه كلها. ببطولاته، بلاعبته، بروح لاعبته، بادائه، بكل هذه الامور. فالنادي الاهلي قادر ان شاء الله في مباراه المريخ يفوز هناك، لان زي ما قلت لك فرقه المريخ مش الفرقه اللي هتخوف النادي الاهلي بصراحه. صحيح. يعني انا بتهيالي برضو 10 ايام اللي جايين فتره كويسه بالنسبه للموسيماني، انه لعيبه طبعا راجع من اجازه 5 ايام، خدت نفسها شويه بعد فتره طويله جدا. ودي فعلا كانت حاجه من الاجابات الكويسه. أيوة. ان اللعيبه بعد موسم وبعد مباراه كل 3 ايام وبطوله الانديه الافريقيه، لا عمليه الريكفري دي كانت مطلوبه في ال5 ايام دول اللي خدوهم اجازه فعلا. صحيح. يعني وعندنا فرصه ان شاء الله، وبنطمن كمان انه لعيبه كانت غايبه عنها بقى لها فتره بترجع مره ثانيه للمشهد، وليد سليمان النهارده، محمود متولي ان شاء الله في الفتره اللي جايه ياخد، وان شاء الله يكون الاهلي جاهز للمريخ. بشكرك شكرا جزيلا، شكر جدا، شرفت ونورت يا كابتن فتحي، شكر جدا وسعيد معاك، استمتعت جدا، دائما نلتقي على خير ان شاء الله يا رب دايما. وشكرا لكل مشاهدي القناه. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، وشكرا لحضراتكم على المتابعه. نقابلكم بكره ان شاء الله، تحياتي لكم.